بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل في موضوع تاريخي مبدئيا، لكن هو عبارة عن خطوات أساسية في السيل كلتشر. تريبسنايزيشن يعني بعد ما تم زراعة نسيج الضفدع ومعرفوش فكوه، بمعنى انه زرع النسيج، التصق النسيج، نمى النسيج على سطح اللي هو المزرعة اللي استخدمها هافليك، فما عملش، ما قدرش يعمل نمو إضافي، بمعنى انه اكتفى بأنه زرع المزرعة وانتلت. احنا بس بدنا نجيب البن. يعني هو ايش العمل؟ عمل الآتي، يعني هذه المزرعة على سبيل المثال لما زرعها بنتيج الضفدعة، انتلت المزرعة، لكن ما عرفش يتصرف. ايش يعني ما عرفش يتصرف؟ يعني لو جيت انت لهذه المزرعة قدامنا، هذه مزرعة، هذه هيك مزرعة، المزرعة هنا ملانة، نسبة الكونفلونسي هان يعني حوالي 90% مثلا لما طلع هذا الفيلد، تمام؟ فالهيستوري تبعنا لما بدأ بال 1907 استخدمنا اللي هي الانيمالز زي الضفدعة هذه، بانه احنا قطعنا ونمينا النسيج وكذا، تمام. لكن ما كانش في فرصة أو فكرة إنه كيف ممكن يعزل الخلايا عن بعضها البعض، كيف ممكن يقلل عدد السيلز في المزرعة. إلى أن جاءت سنة 1952 وتم اكتشاف التريبسين. طبعا إحنا التريبسين سنة 1952، إذا بدك تقول التريبسين بيعمل عملية هضم للبيبتايد بوندز الموجودة بين اللي هو ايه الامينو اسيدز، وهذا بيعمل عملية تفكيك للبروتينات. لكن التريبسين احنا ما بنستخدمه لحاله، التريبسين احنا غالبا بنستخدم التريبسين زائد ايديتا، زائد ايديتا. والايديتا الهدف منها انه تشليتينج ايجنت، تمسك في الكالسيوم والمغنيسيوم اللي قاعدات بين الكادرين تبع السيلز. احنا عندنا السيلز هذه خلية واحد، هذه خلية اثنين، تمام. الخلية عن اختها بترتبط او مرتبطة باختها ببروتين اللي هو واحد من انواع الروابط الاساسية، حنمر عليها، لكن منهم الكادرينز. الكادرين مع الكادرين، كادرين من هذه المنطقة مع كادرين من هذه المنطقة بيمسكوا مع بعض، فبتصير السيل اسمها سيل تو سيل جانكشن. السيل تو سيل جانكشن عشان تمسك وتشتغل لازمها كالسيوم او مغنيسيوم او بسموها الدايفيلنت ايونز. هذول الناس اذا كان متوفرين، فمعنى ذلك انه واحد واثنين من السيلز حيمسكوا في بعض. لو حطينا ايديتا، فالايديتا مش راح تمسك، حتمنع الكالسيوم والمغنيسيوم، حتسحبهم، وبذلك مش حيتوفر كادرين تو كادرين اللي هو سيل تو سيل جانكشن، وبذلك بتعمل عملية فك. كل ما انت طولت في المزرعة وخليت المزرعة تقعد اكتر وقت، فانت بتقلل فرصة الفك. ولذلك احنا بنقول تريبسينايزيشن بيعتمد على نوع السيلز، اذا كانت ابيثيليا، الابيثيليا بيحبوا بعض ولزقوا في بعض كتير، سيل تو سيل، فبتلاقي الجنكشنز قوية مع بعضها البعض. وفي عندنا أنواع من الجنكشنز زي ما قلت راح نشوفهم لاحقا. فإذا كانت إبيثيليا حتلاقي الجنكشن قوي، وكمان في عندنا ارتباط اسمه سيل ماتريكس. إذا كان السيل مرتبطة في الماتريكس منيح، معنى ذلك إنه صعب تفك، فبدك كمية التريبسين. فإذا الإبيثيليا بتحب ترتبط منيح بالماتريكس، وبتحب ترتبط بالسيلز اللي حواليها كويس كويس.
وبذلك بتحتاج كمية عالية من الليتروبسين، أو مش عالية بمعنى أنها يعني حنحط إحنا كتير لا، بس حنحط أكثر من مثلا نسيج زي النسيج الكونكتيف تيشو الفايبروبلاست مثلا. الفايبروبلاست لما أنت تشتغل على فايبروبلاست، الفايبروبلاست أقل التصاقا ببعضه البعض، يعني مش هتلاقي السل وأختها ملتصقين في بعضهم البعض بالشكل اللي احنا بنشوفه في الابيثيليال سيلز. ولذلك من نوع لنوع من السيلز، هذا واحد من العوامل، احد انواع النوع تبع السيلز. اثنين، الكونفلونسي تبع السيلز، الكونفلونسي تبع السيلز. اذا كان المزرعة انت خليتها بنسبة 70% غير عنك تخليها 110%. المزرعة اللي فيها 110% مزرعة صعب انها تفك. ليه؟ لانه صعب انه التربسين اساسا يتدخل بين الخلايا ويقضي على الروابط. ولذلك كل ما طال عمر المزرعه، كل ما كان اصعب في الفك في التربسينايزيشن، كل ما طال عمر المزرعه كل ما احتجنا كميه تربسين اكثر. اتفقنا؟ اذا عامل اول نوع السيلز، التربسينايزيشن بيعتمد على نوع السيلز اذا كانت ابيثيليا غير عن اذا كانت مثلا فايبروبلاست. اثنين، بيعتمد على الكونفلونسي تبع السيلز. الكونفلونسي تبع السيلز كل ما زادت الكونفلونسي كل ما كنا احنا اصعب في التريبسينايزيشن. ثلاثة، بيعتمد على التريبسين، اذا كان التريبسين نفسه ايش اللي بتستخدمه، يعني هل التريبسين تبعك تريبسين اديتا ولا تريبسين مش اديتا. على كل حال مش بس التريبسين اديتا ولا مش اديتا، كمان حتى التريبسين مش هو الوحيد، يعني عندنا مجموعة من الانزيمات الأخرى اللي ممكن تستخدم للفك اللي هو الخلايا. طبعا في عامل رابع مثلا اللي هو عبارة عن إذا كان السيلز نورمال ولا كانسر. دايما النورمال سيلز لها ارتباط أقوى بالماتريكس، لأنها سيل تو ماتريكس ديبندنت، سيل ماتريكس ديبندنت، يعني بتعتمد على الماتريكس اعتماد كبير عشان تمسك فيه، عشان تعيش بتمسك في الماتريكس. اللي هي ايش الماتريكس؟ اللي هي المكان اللي بتعيش عليه السيلز كسيرفيس، يعني على البلاستيك اللي احنا بنزرع عليه. البلاستيك هذا بيستقبل البروتينات اللي هي زي الفايبرو، زي الكولاجين والفايبرونكتين والانتاكتين. هذه البروتينات اللي بيشكلوا الماتريكس، يعني الفرشة اللي بتقعد عليها الخلايا أو ترتبط عليها الخلايا. كل ما كان في ارتباط أكبر مع بين السيلز وبين الماتريكس، كل ما كانت الأمور أصعب. طبعا النورمال سيلز الارتباط تبعهم كبير على الماتريكس. إذا احنا بنقول النورمال سيلز بتحتاج إنزيم تريبسين أكتر، تحتاج إنزيم تريبسين أكثر. طيب هذه يعني أهم العوامل يمكن أقول اللي هي بتأثر أو بتأثر في عملية التريبسونيزيشن. أنت كيف ممكن تلعب في موضوع التريبسونيزيشن من حيث الكفاءة؟ يا بدك تزود تريبسين أو تقلل تريبسين، يعني إذا السيلز بتفك على طول ما تكترش تريبسين، لكن إذا السيلز بتفك على طول إيش أنا على طول؟ يعني إحنا قلنا في المزرعة، أنت يمكن اللي شاف معنا في المعامل إذا كان حدا منكم يعني قدر له ان يرى المعامل او المعمل او اشتغل، حيشوف انه الخلايا لما بنزرعها احنا نزرعها بنعطيها فقط دقيقة او دقيقتين في التربسين عشان نفكها. بنشيل الميديا وبنشيل اثار الميديا. تتذكروا لما احنا بنقول انه بنكب الميديا القديمة على المزرعة، بنروح احنا حاطين اثار الميديا بدنا نشيلها. كيف نشيلها؟ بشوية تربسين اضافي. فبنحط تريبسين وبعدين بنكب التريبسين مع الميديا، البقايا تحت الميديا. بعد هيك ايش حنعمل؟ حنحط التريبسين لحاله. هذا التريبسين لحاله ايش حيعمل؟ راح يعمل لي عملية فك للسيلز، لكن مش حيفك السيلز طولما انه هو موجود في سيرم قبله. عشان هيك حابين نقول انه السيرم is an inhibitor of trypsin. تمام؟ إذا احنا ممكن نعتمد على انه نوقف فعل التريبسين بالسيرة. طيب هيك احنا بنقول انه هذه العوامل، فترة التريبسين بنزيدها وبنقللها. إذا بدنا نوقف التريبسين بنحط عليه سيرم. طب احنا ما عندناش سيرم لحاله، واحد يقول لك والله بدي احط سيرم لحاله، هو احنا بنستخدم سيرم لحاله؟ احنا بنستخدم سيرم مع ميديا اللي فيها الميديا فيها سيرم،
طب اذا احنا عندنا تركيبه الميديا هي عباره عن ميديا زي الار بي ام اي 1640 اللي شفتوها زائد 10% سيرم زائد 1% انتيبيوتيك، هذه الستاندرد ميديا. فلذلك كل الميديات اللي بنستخدمها احنا في المعامل عندنا هي عباره عن ميديات فيها سيرم، لكن في هناك ميديات ما فيش فيها سيرم، فاذا بدك توقف التريبسين لو سمحت حط عليه ايه؟ حاجه فيها سيرم. طيب اذا هذا بالنسبه للتريبسينايزيشن اللي تم سنه 1952، واحنا في المعامل تكلمنا شويه على التريبسينايزيشن وحنضل نتكلم على التريبسينايزيشن في السب كلتشر الى اخر الفصل. طيب سنة 1952 كان يعني تأسيس الهيلا كفيرست كونتينيوس سيل لاين، ويمكن الهيلا أنا عرجت عليها قبل هيك، بعرفش إذا كان الناس انتبهت لموضوع الهيلا. هذه هي الهيلا، الهيلا سيلز إبيثيليال سيلز تبعت كانسر من السيرفكس لست، وكانت مصابة ب سيرفيكال كانسر. لو جينا طلعنا على الخلايا تحت الإبيثيليا هتلاقي انها في اللو كونفلونسي، مثلا هاي نهان لو كونفلونسي، طلع السيلز بتحب تلزق في بعضها، بتحب تتجمع ككولونيز، لان هذه نوعها سيلز إبيثيليا. دائما الإبيثيليال سيلز بتحاول تصل بعضها البعض، تحاول تمد لبعض، تحاول تصل لبعضها البعض، تمام؟ ليه؟ لانه هذه الإبيثيليال سيلز هي عبارة عن سيلز بتعتمد على سيل تو سيل جانكشن، بينما لما تيجي سيلز في منطقة الهاي كونفلونسي، فالهاي كونفلونسي سيلز لما بتكون هاي كونفلونسي زي ما انت شايف سيلز بتاخد بعضها وبتصير شكلها شوي مضغوط، غير عن الشكل اللي بتلاقيها في اللو كونفلونسي اللي بيظهر ان فيه الشكل كانه فليتنت سيلز، كانها الشكل مفلطحه، سيلز مفلطحه. لكن بالمحصله ايضا الخلايا بتحب تلتصق في بعضها البعض، هذا اسمه ابيثيليال سيلز، هذا الهيلا سيل لاين. ولو سمحت تروح على موقع الشركه اللي اسمها اي تي سي سي وشوف لي صفات اللي هو مين السيل لاين اللي هو اسمه الهيلا سيل لاين. أنا كنت حكيت في المحاضرة اللي قبل عن ديزاين لإكسبيرمنت، الإكسبيرمنت كانت تقول إنه إحنا كيف نعمل عملية فحص لأثر علاج أو أثر بروتين، خلينا نقول زائد علاج مع بعض، وإيش بيسوي، هل البروتين بيزيد حساسية العلاج للسيلز ولا البروتين اللي هو البروتين اللي إحنا سميناه الأكزين. بروتين الأكزين، هل بروتين الأكزين بيزيد حساسية الخلايا للدوكسوروبوسين، يعني هل الدوكسوروبوسين بيصبح أكثر فاعلية في وجود الأكزين ولا أقل فاعلية؟ هذا اختبرناه في التجربة اللي راحت. في هذه التجربة الكافيين، بتعرف إن الكافيين يعني هو مادة ناتشرال، والناس بتحب تختبر المواد الناتشرال بالأساس عشان تعرف اذا كان لها انتي كانسر افكت. ففي هذا الدراسه الكافيين انديوسز ابوبتوزز باي انهانسمنت اوف اوتوفاجي، فاذا كانت الاوتوفاجي والابوبتوزز هيشتغلوا مع العلاج يعني مع قتل الخلايا السرطانيه، فهو موضح لنا انه الكافيين بسكت البي اي 3 كي اي كي تي ام 2 باث واي، وهذا الباثوي واحد من الباثويز الأساسية لحياة الخلايا وخاصة الخلايا السرطانية، يعني عشان الخلية السرطانية تعيش لازمها تنشيط لهذا الباثوي، تعيش حياة بسموها eternal life. الكانسر سيلز بتعيش حياة اسمها eternal life، الحياة الأبدية. والحياة الأبدية هذه لها صفات، من صفاتها أن التلومير ما بيقصرش في الخلايا السرطانية، ويمكن احنا نمر على هذا الكلام شوي، لكن مرينا عليه في مساقات الكانسر اللي عنده فكرة انه يعني او اخذ عنها شيء. بالنسبة للسيل لاين، كلمة سيل لاين، اذا احنا كلمة احنا استخدمنا كلمة هيلا سيل لاين في هذا الحال في الشريحة اللي قبل، ايش يعني سيل لاين؟ السيل لاين اذا كان انت بتقدر تعمل سب كلتشر،
للبرايمري كلتشر ونجحت السب كلتشر وصار منها استمرار، فاحنا بنسميها سيل لاين. السيل لاين هو خط جاري من الخلايا، يعني انك تلاقي السيلز بتنتقل على الصحن اللي بعده فاللي بعده فاللي بعده، بتزرعها وبتنقلها وبتعيش. عادة لو احنا اخذنا المزرعة عملناها من كائن مباشر، احنا مثلا هنجيب صوص في المعمل او اي كائن اخر وناخذ منه سيلز. الان هذه طبعا في ناس ما عندهم مش يعني ضمن الكورس معامل، ما عنديش مشاكل في اللي ما عندوش معمل، لكن انا بحكي انه بالطبيعي يعني مساق الكلتشر وزراعه الانسجه مساق مرتبط بالمعمل، يعني لا يعني من غير المعقول انه يكون بدون معمل، لكن يعني حسب بعض الناس وحسب بعض المناهج والمدارس الفكريه ان ما ياخذ فكره عن السيل كلتشر افضل من ما ياخذش، هذا بيرجع لصاحب المكان. انا بالنسبه لي السيل كلتشر والعالم كله بيعرف ان السيل كلتشر والانيمال تشو كلتشر يجب ان يكون له معمل، فاحرصوا. احنا عندنا المعمل طبعا موجود، يعني اللي بده يتواصل معي ممكن يعني يجي عندنا على المعمل ويشوف الخلايا وعلى الاقل يطلع كيف احنا بنشتغل، يجرب الفكره ولو من بدايه الفصل، لانه انت بتحكي على معمل او على مساق نظري الان، ومش نظري وبس، صار الكتروني، يعني كمان احنا لا بنشوفكم ولا بتشوفونا unfortunately للاسف، وهذا البعد القائم في المحاضرة الإلكترونية زاد على النظري، الناس اللي عندها نظري أصلاً صار أسوأ من المحاضرة النظرية فقط. لكن أنا بقول الناس اللي حريصة على أنها تشتغل في المعمل وما عندهم مش معمل، ممكن تسجل لهم معمل، تواصل معي ويمكنه أن يحضر أو تحضر إلى المعمل تبعنا، المعمل تبعنا في الجامعة الإسلامية في الطابق الخامس في اللي هو كلية العلوم، المعمل اسمه 507، 507 معمل زراعة الأنسجة مع دكتور صالح، فأنا موجود هناك، واللي بده يعني يشوف السيلز واللي يتعرف واللي بده يشوف الخلايا عن قرب، وهذا بيخلي على فكرة ملامسة بينك وبين السيلز. طبعا الآخرين اللي بياخذوا المعامل ما عنديش معهم مشكلة انهم ياخذوا معملهم في مكانهم زي ما هم. الان بالنسبة للسيلز انا بقول انه السيلز اللي احنا بناخذها من الكائن، لو جينا جبنا صوص وهذا حنعمله، جبنا صوص واخذنا الصوص في حطيناه في الهود في غرفة اللي هي الهود، وكصوص طبعا في بيضة، يعني اللي هو الصوص 13 يوم يعني عمره في داخل البيضة، لسه ما صارش يعني صوص يمشي على الارض، فبنعمل منه بنعمل تشريح إلى البيضة وبناخد منها اللي هو بعض الأنسجة وبنزرعها. النسيج أول مرة بنسميه برايمري كلتشر بهذه الطريقة، هذه نتفة لحم، يعني هذه فتحت الميكروسكوب كأنك ماخذ شوية لحمة هنا أو شوية تشو وزرعتها في الفلاسك، فبيبدأ يطلع منها السيلز بعد 3 أو 4 أيام بهذه الطريقة، بعد أسبوع أو أكثر شوي بتلاقي المزرعة بهذا الشكل. طبعا هذا المنطقة المعتمة لأن هذه تيشو يعني تيشو دنس سيكا ثيك، فما بيظهرش معك هذا التيشو من حيث الصفات كنسيج واحد طبقة واحدة، الطبقة اللي بيظهر فيها طبقة واحدة وبيخترقها الضوء هي اللي بتبين معك تحت الميكروسكوب، المنطقة اللي فيها 20 30 طبقة ما بتبينش تحت الميكروسكوب تبعنا بالشكل اللي هو ايه الواضح هذا. على كل حال هذا السيل كلتشر اللي احنا زرعناها لاول مره اخذناها من الكائن بنسميها برايمري كلتشر، بنسميها برايمري كلتشر. برايمري كلتشر هي الكلتشر اللي بناخذها من الكائن للمره الاولى، لكن اذا كان قدرنا نعملها سب كلتشر وننقلها على صحن جديد ولزقت وبعدين على صحن ثاني ولزقت، الزراعة على صحن من صحن لصحن، يعني نعملها فك وتلزيق فك وإعادة زراعة، هذا اسمه بسج، يعني بسج إنك أنت مررتها من 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 مرحلة لمرحلة أو من صحن لصحن. عملية الفك هي سب كلتشر، عملية الفك بنسميها سب كلتشر، كل ما فكيت الخلايا أكثر، يعني أنت مثلا زرعت هالحين اليوم بعد 3 أيام بدك تفكهم، لما تفكهم بالتربسين وترجع تلزقهم حتى لو على نفس الصحن لزقتهم، او مش حتلزقهم كلهم طبعا لانه انت فكيتهم لانهم مليون سيلز والصحن امتلا، فمش معقول ترجعهم مليون سيلز على الصحن، فانت حترجعهم 100 ألف سيلز، عشر الكميه،
طيب فلما ترجع اشهر الكميه على نفس الصحن اسمك عملت سب كلتشر والخلايا صار لها بسج نمبر 1. يعني اذا انت زرعت اليوم برايمري كلتشر بعد 3 4 ايام فكيت ورجعت على نفس الصحن هذا اسمه بسج زائد 1. فكل سب كلتشر بتعمله بتزيد في البسج تبع الخلايا 1، فبنقول بسج نمبر 1، بسج نمبر 2، بسج نمبر 3، كل فك للمزرعه واعاده زراعتها بسج. طيب واحد قال لك هل لو ايش حنضل نعمل بسجينج؟ هذا الكلام مهم في النورمال سيلز. النورمال سيلز اللي اخذتها من صوص او اخذتها من ايدك ممكن تزرع يعني النتيجه تبعك تشرح حالك شوي، طبعا مش تشرح حالك بشكل عشوائي وفي البيت ومش عارف ايه، لا احنا ممكن في اللاب الناس اللي بتشتغل في اللاب ممكن تاخذ من حالها خزعه صغيره نقطه سيلز شوي صغيره لها اليات. هذه التشو اللي بتاخذها ممكن تعملها عمليه زراعه، لان لو انت زرعتها وطلعت ومشت المزرعه ممكن تستمر معك الاسبوع الاول تفكها، الاسبوع الثاني ترجع تلزقها ثاني وتفكها وتاخذ وهكذا. كم بسج ممكن تمشي النورمال سيلز اللي جاي من البرايمري كلتشر وتحكي لها 30 مثلا 40 بسج. بعدين حتقف. ليش حتقف؟ حتقف الخلايا على الانقسام، لانه هذا السيل لاين نورمال سيلز مع كل انقسام بيكسر التيلومير، ولذلك احنا بنقول اسمه ليميتد سيلز. النورمال سيلز هي سيلز ليميتد، ليميتد لانها خلايا محدوده التيلومير. كل ما بيكسر التيلومير كل ما كان في عندنا عوامل حتطلع في السيلز زي البي 53 بروتينات زي بي 53 زي بي 21 بي 16 مش عارف مين، هنشوف هذول البروتينات بيؤدوا الى سيل سايكل ريست، فبالتالي الخلايا بطلت تنقسم خلاص لكن لو كانسر سيلز ممكن نعطيها بسج نمبر 1 بسج 2 بسج، لكنها ستبقى تنقسم من اول ما انخلقت لعند اخر ما تموت. فيش شيء اسمه تموت من دون يعني مزرعه تنتهي من دون ما انت تقتلها، لأن الخلايا هذه لها eternal life. الخلايا السرطانية اسمها eternal life يعني continuous cell line. فلذلك احنا هاي بنميز cell lines. في عنا limited limited cell lines اللي هي عبارة عن cell lines اللي هي ماخذة من primary culture في عنا cell lines continuous اللي هي مأخوذة من cancer cells أو من السيلز اللي اسمها ترانسفورمد سيلز الخلايا المتحولة. الخلايا الكانسر والمتحولة يمكنها انها تعمل عملية سب كلتشر بسجنج يعني بلا حدود، عشان هيك هي اسمها كونتينيوس. بينما للنورمال سيلز يمكنها تعمل 30 بسج 40 بسج 50 بسج. لكن حدا يقول لي طب هل البسج يعني انقسام؟ لا، البسج ما يعنيش يعني مش كل بسج هو انقسام للخلية. البسج الواحد ممكن يشمل على انه الخليه انقسمت 10 مرات، لو احنا قلنا مثلا زرعنا 100,000 في صحن بياخذ مليون، اذا الخلايا ممكن تنقسم 200,000 كمان 200,000 كمان 200,000، اذا ممكن يصير 3 4 سيل ديفيجن في الصحن عشان يصير الصحن ملان، ولذلك مش كل بسج يساوي سيل ديفيجن، لكن البسج الواحد بيحتوي على اكثر من سيل ديفيجن خاص يعني غالبا. تمام؟ فاحنا بنقول البسج الواحد ممكن يحتوي على اكثر من سيل ديفيجن. وايش بنقول؟ البسج الواحد في اكثر من سيل ديفيجن، عشان هيك عدد البسج طب واحد يقول لي عدد البسج ولا عدد السيل ديفيجن المهم؟ احنا هو عدد السيل ديفيجن المهم لنا، يعني احنا في المفهم احنا ان النورمال سيل ما بتنقسمش اكثر من 100 مره تقريبا، مش نورمال سيل تنقسم اكثر من 100 110 مرات. طيب اذا 100 110 مرات اقصى حد معناته ليش ما يكون البسج 100 110؟ لا، البسج مش 100 110، لان البسج الواحد بيشمل اكثر من سب ديفيجن، اكثر من سيل ديفيجن. ولذلك البسج الواحد ممكن الخليه تنقسم مرتين او ثلاثه. ولذلك احنا بنقول البسج اللي عدد المرات، عدد المرات اللي ممكن تعمل فيها بسج سيل كلتشر نورمال سيل كلتشر هو عدد اقل من عدد البسج السيل كلتشر او السيل ديفيجن الممكن. عدد السيل ديفيجنز اعلى من عدد اللي هو السيل البسج طيب هذا سيل لاين. سيل سترين هو عباره عن اذا احنا عندنا سيل لاين اصلي مثلا سيل لاين يعني بيرنتال سيل لاين بنسميه. ايش يعني بيرنتال؟ يعني سيل لاين
زي الام سي اف 7 مثلا. تمام، مثلا قول انا عندي ام سي اف 7، هذه ام سي اف 7 سيلز زي ما انت شايف. الام سي اف 7 سيلز لو احنا جينا عملنا تغير في السيلز باي طريقه كانت، تمام، تغير يعني حطيت لك جين، شلت جين، عدلت في جين، اخذت مجموعة من السيلز اللي نجح تعديلها جينيا، مثلا حطيت فيها او شلت منها بروتين بي 53 مثلا، هو جين بي 53، واخذتها عزلتها على عن المزرعة، ولها آليات للكلونينج ممكن نعملها. تمام، فايش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا اللي هو عبارة عن كلون. هذه الكلون، هذه الكلون تأسس ل سيل سترين، فسيل سترين مشتق من السيل لاين، سيل سترين مشتق من السيل لاين. السيل سترين عادة requires additional genetic changes subsequent of initiation of parental cell line. Parental cell line، ايش يعني parental cell line؟ السيل لاين الاصلي اللي هو السيل لاين مثلا الاساسي اللي اسمه ام سي اف 7 او هيلا او اتش سي سي 1937. اي سيل لاين انت عندك اصلا هو اسمه بارنتال قبل ما تعدله جينيا، لما تعدله جينيا بصير اسمه سيل سترين. سيل سترين ممكن تقول انت مثلا هذه ام سي اف 7 بالاسم يعني تسميها مثلا يعني ام سي اف 7، وتيجي تقول السترين تبعها اللي منزوع بي 53 بتسميه ام سي اف 7، ام سي اف 7. لكن ام سي اف 7 بتقول مثلا اس اي، اس اي بي 53، فاصبح ايش يعني؟ يعني هي ام سي اف 7 في الاساس هي البرنتال تبعها، بس هي منزوعه البي 53. فهذا اسمه سيل سترين. سب كلتشر حكينا انه انت يعني تتعامل مع المزرعه بالفك واعاده الزراعه، هذا اسمه سب كلتشر. سب كلتشر ما بتقدرش تعمل سب كلتشر بلا حدود للسيلز الا اذا كانت كونتينيوس. تمام، طيب ادفانتج اوف تيشو كلتشر، هذا الموضوع مهم جدا هتكلم عليه في المحاضره القادمه. ما هي ميزات التيشو كلتشر وما هي عيوب التيشو كلتشر؟ لكن في هذه المحاضره، المحاضره القادمه هتكلم فيها على الظروف المهمه زي اللي هو الحراره والحموضه والاوزموناليتي، بعض الفيسيولوجيكال كونديشنز، وبعدين هنتكلم على اللي هو ديس ادفانتج او الليميتيشنز اوف تيشو كلتشر، ومن اهمها طبعا انه احنا بنتعرض للكونتامينيشن دائما، ولذلك الاستيريليتي من الاشياء المهمه جدا. وحناخذ بعدين الفرق بين الاثنين اللي هو السب كلتشر بين التو دايمنشنال والثري دايمنشنال يعني كلتشرز. تمام، اكتفي بهذا القدر، والمره الجايه ان شاء الله advantages of tissue culture. يعطيكم العافيه.